لماذا نذنب ثم نتوب ثم نذنب؟ لماذا؟ لماذا كلما تبنا عدنا إلى الذنب مرة أخرى؟ لماذا؟ يا إخوان، هنا سؤالان نسألهما أنفسنا، ويجيب كل واحد منا عن هذين السؤالين بينه وبين نفسه. هذه ليلة، ليلة مراجعة لأنفسنا، ساعة مراجعة لأنفسنا. السؤال الأول: لماذا نذنب ثم نتوب ثم نذنب؟ لماذا؟ لماذا كلما تبنا عدنا إلى الذنب مرة أخرى؟ لماذا؟ نحن ندخل المسجد، نصلي جماعة، نستغفر ونتوب، ثم إذا خرجنا عدنا إلى الذنب، عدنا إلى الكذب، إلى النميمة، إلى الغيبة، إلى العلاقات غير المشروعة، إلى النظرة المشبوهة، إلى 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 من الذنوب. لماذا؟ ما هو السبب؟ لماذا لا نثبت على التوبة؟ لماذا؟ لماذا لا نصمد على التوبة؟ لماذا؟ لماذا نكرر التوبة ونكرر الذنب ونكرر المعصية؟ لماذا؟ إلهي، إلهي، كلما قلت صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي ونحتني عن خدمتك سيدي. سيدي، لعلك من بابك طردتني، أو عن خدمتك نحيتني. لماذا سيدي أصر على الذنب مع أني تبت منه؟ لماذا؟ هناك عدة أسباب يا إخوان تسيطر علينا، تجعلنا نصر على الذنب. السبب الأول سوء التربية. إذا كنت ربيت على أن لا أبالي بالأخطاء، لا أبالي بالذنوب، كلما أخطأت قالوا لي ستصبح جيدا في المستقبل، كلما ارتكبت ذنبا قالوا لي هذا غبار بسيط وينتهي، كلما عصيت قيل لي هذا أمر عابر وينتهي. إذا ربيت على عدم المبالاة بالذنوب كثرت جرأتي على الله، كثر اعتدائي على حرمات الله، لأنني شخص غير مبالي بالأخطاء، غير مبالي بالذنوب، غير مبالي بالمعاصي، ويتحمل الإثم أبواي، أسرتي، مجتمعي الذي علمني على أن لا أبالي بالذنوب. رحم الله والدين حملا ولدهما على طاعة الله، ولعن الله والدين حملا ولدهما على معصية الله. السبب الثاني يا إخوان، السبب الثاني قلة الحياء. لعل الآباء ربونا على الطاعة، لكنني قليل الحياء مع الله، أنا أستحي أن أرتكب الذنب أمام صديقي، أستحي أن أرتكب الذنب أمام أسرتي، أستحي أن أرتكب الذنب أمام الناس، لكنني لا أستحي أن أرتكب الذنب أمام ربي. أنا أتعامل مع الله بقلة الحياء، لا أستحي من ربي. إلى متى؟ إلى متى وقد كبر سني؟ إلى متى
أستحي من ربي؟ إلى متى؟ ما عذر من بلغ العشرين الأربعين الخمسين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟ إلى متى أستحي من ربي؟ إلى متى؟ إلهي أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أخذت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى. إلهي كلما طال عمري كثرت خطايا، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ السبب الثالث ضعف الخوف من الله. نحن لا نخاف من الله، نخاف من الدولة، نخاف من القوي، نخاف من الأسرة، نخاف من اللسان البذيء، لكنني لا أخاف من الله. لو كنت أخاف من الله خوفا حقيقيا لما أقدمت على المعصية بكل جرأة. لو كنت أخاف من الله لقلت لنفسي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ورد عن الصادق عليه السلام: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت إليه بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. إلهي سامحني، إلهي أنا أتحداك بالمعصية، أنا أحتقر نظرك، أنا أحتقر رقابتك، أنا أصر على الذنب، أين لي الخوف وأنا مصر على الذنب ومزاولة المعصية؟ السبب الرابع ضعف الإرادة. لو كنت أملك إرادة قوية لوقفت أمام شهوتي، لوقفت أمام غريزتي، لقلت لشهوتي لا 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 أصنع الذنب أبدا، لكنني لا أملك رجولة، لا أملك بطولة، لا أملك إرادة صامدة، لا أملك عزما صامدا، لا أملك عزما راسخا. لذلك أتوب، أحضر المأتم أبكي، أحضر الدعاء أبكي، أنوح أنتحب، لكنني بمجرد أن أتعرض لإغراء المعصية، بمجرد أن أتعرض لإغراء الشهوة أنقاد وراء نفسي، أسترسل وراء ذنوبي، أسترسل وراء شهواتي، لأنني لا أمتلك إرادة قوية. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومع ذلك يا ربي، ومع ذلك يا إلهي، أنا أسرفت في الذنوب، أسرفت في المعاصي، إلا أنني أكرر التوبة، أكرر التوبة. لماذا؟ لأنني أحبك، ولأن الذنب لا يضرك، ولأن رحمتك الواسعة التي شملت كل شيء تشملني أنا العبد الصغير
الفقير المسكين المستكين. إلهي إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك؟ كلما أردت أن أدعوك تذكرت المعصية. إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك؟ وكيف لا أدعوك وقد عرفتك؟ حبك في قلبي وإن كنت عاصيا. إلهي مددت إليك يدا بالذنوب مملوءة وعينا بالرجاء ممدودة. مولاي أنت عظيم العظماء وأنا أسير الأسرى، أنا الأسير بذنبي، كلنا أسير لذنبه، كلنا أسير لمعصيته، أنا الأسير بذنبي المرتهن بجرمي وجريرتي. إلهي لئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بجرمي لأطالبنك بكرمك، ولئن أمرت بي إلى النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. اللهم إن الطاعة تسرك والمعصية لا تضرك، فهب لي ما يسرك واغفر لي ما لا يضرك. الطريق يا إخوان، الطريق لتربية الخوف في قلوبنا، الطريق لزرع الإرادة في نفوسنا البكاء. من لا يبكي لن يتغير، البكاء طريق التغيير. من لا يرق قلبه للموعظة لن يتغير، من لا ترق نفسه للموعظة لن يتغير، البكاء طريقنا. إلهي أعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وما لي لا أبكي، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي.